بين هذه الجبال شمال العراق تقع محافظة دهوك، المدينة التي عكست صورة مشرقة من التعايش السلمي المشترك بين مكونات البلاد من الأكراد الذين يشكلون الأغلبية فيها، إضافة إلى العرب والتركمان وأقليات دينية أخرى. أكثر محافظة أو إقليم كردستان عامة بها دائما أنه التعايش السلمي موجود، وتمثل أيضا بظاهرة أنه تقبل الآخر، وكثير من الناس تلاحظ الشيء هذا، وأكثر منطقة أو أكثر محافظة موجود بها مكونات هي محافظة دهوك. ولم تعد مدينة دهوك تقتصر على الكرد فحسب، فالمدينة التي احتضنت آلاف النازحين خلال سطوة الإرهاب على مدنهم لا زالت اليوم تأوي الكثير منهم على أرضها رغم تحرير مدنهم. نحتوي جميع الأطياف خلينا نقول الديانات، وهاي بشكل عام اكو شغلات مثلا بسيطة بالنسبة لبعض الديانات اللي موجودة بالمنطقة، وكم شغلات تكون معروفة، يعني ما اريد احددها اي ديانة او اي هذه، بس بشكل عام أنا رأيي صراحة أنه تعايش سلمي موجود. يعني استقرار الوضع الأمني جعل من هذه المحافظة مقصدا للفارين من الدول المجاورة مثل تركيا وسوريا التي استقبلتهم سلطات المحافظة وفتحت أبوابها لإيوائهم. كل من الموجودين صوته مسموع، حقوقه مضمونة، وعدم الشعور بالخوف ويشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هذا أيضا جانب ثاني. الجانب الثالث اللي هو المفروض العمل عليه أنه تطوير هذه العملية حتى يكون عامل لدعم الاستقرار على المدى البعيد، على مستوى الإدارة، على مستوى الخدمات، على مستوى بحيث لا تشعر أي منطقة، لا يشعر أي مكون بأنه يعاني مشكلة في هذا المجال حتى يتم الوصول للجميع. رغم ما واجهته هذه المدينة من تحديات اجتماعية واقتصادية، إلا أنها رسمت صورة إيجابية وأصبحت فيما بعد أشبه بعراق مصغر باحتضانها لكافة القوميات والمذاهب والأديان.